تمت فجر اليوم صبيحة اليوم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل القضاء على سكنة الهشة المتواجدة بحي سيدي عاشور. اليوم تجري عملية إسكان 583 عائلة، منها 465 عائلة توجه لبلدية مفتاح بالقطب العمراني بالصفصاف، وعندنا 118 عائلة توجه إلى بلدية بوغارة بغابة حي غابة الزاوش. العملية رها جارية، وكذلك عملية القضاء على البناءات الهشة رها جارية في نفس الوقت. الحمد لله يا ربي، كنا نسعى نحن نستناو في هذه السكنة، والحمد لله يا ربي، ربي يرجع علينا وان شاء الله كامل اللي مازالوا كاع ربي يرزقهم، سفرينا ولا غير سفرينا، والحمد لله يا ربي صابر ينال نلنا كما قال لك القبر تاعنا هذا ومازال الاخر، ان شاء الله يا ربي يفرح كاع اللي مازالوا. الحمد لله اللي طول بنيتي دار، والحمد لله اللي فرج علينا ربي، وان شاء الله يفرج على المؤمنين كاع اللي بقاو واللي ما داش، ان شاء الله ربي يسرح له في امره.